بطريقه معينه. هي يعني المشكله ان احنا دايما لما بنتكلم على الحرب اول حاجه بتيجي في دماغنا كطب نفسي مشكله الاضطراب ما بعد الصدمه او الكرب ما بعد الصدمه اللي هي البي تي اس دي. بتبقى الناس متخيله ان البي تي اس دي اساسا للناس اللي عاشت جوه الحرب، بس الحقيقه ان في احصائيات جديده بتقول ان اللي اتفرج على الحرب من بره نسبتهم بيجي لهم البي تي اس دي ده اعلى كمان من اللي جوه، لان ده اللي هو ايه يعني اضطراب ما بعد الصدمه ان احنا يعني الموقف بيبقى اكبر من ان احنا نقدر نتقبله بمشاعرنا. فبيبقى عندنا حل من الاثنين، يا اما بيجي لنا قلق شديد وده بالذات في الاطفال، يا اما بيجي لنا قلق شديد، بيجي لنا توتر، بيجي لنا بعد كده احساس بعدم الامان في كل حاجه في حياتنا وده بيبقى الجزء اللي ظاهر، يا اما في ناس بتدي رد فعل مختلف ان هم بينملوا يعني ما بيدوش اي مشاعر واضحه للموقف اللي حصل برغم انه هو ده حاجه مؤثره جدا على النمو بتاعهم الفكري والمشاعري. فالولاد اللي عندنا في مصر اللي بيتفرجوا على حاجه زي كده في التلفزيون بيبقى بالنسبه لهم انت بتخبط في كل حاجه اساسيه عنده، يعني السكيورتي الامان الولاد اللي قدامهم بيتاخد منهم، احساس البيت ده بيتاخد منهم بيتهم، ده بيتاخد منهم اكلهم، ده حتى ليه عناصر الامان عند اي طفل بالظبط اكل بيت حياه الاساسيات اللي هو الطفل نفسه عمره ما فكر انها ممكن تتاخد منه. فساعات ده بيخليهم يبقوا يعني مش واثقين ان هم مش ممكن يتحطوا في الموقف ده في اي وقت، فبيجي لهم اعراض قلق وتوتر، وبالذات الاطفال ما بيعرفوش يتكلموا يعني ما بيعرفوش يعبروا عن مشاعرهم، بيخزن جوه فبيبان اكتر في سلوكياتهم. تلاقي بقى سلوكيات كتيره قوي مختلفه ردود فعل، اللي بقى عنيف جدا، اللي بقى مش بيتكلم مع حد خالص، بياكلش، اللي ما بياكلش، اللي ما بيذاكرش. يعني مش لازم الاعراض بتبقى على شكل انا عصبية الولاد دول صعبانين عليا، لا ممكن تكون حاجه بس في السلوكيات من غير ما يعبروا عنها. طب السؤال اللي كل الناس تساله ما يجي يقول لي يا بابا ايه ده اقول له ايه؟ يعني هل احكي له الحكايه الحقيقيه ده كذا وده كذا وبتاع، ولا لما تكبر هتعرف، ولا أبص يعني اقول له ايه؟ يعني انا رايي ان احنا في الاجيال اللي طالعه دي صعب قوي ان احنا نعاملهم على ان هم مش فاهمين، لان هم فاهمين حاجات احسن مننا من كتر ما هم اكسبوزد ومطلعين على كل حاجه. فان انا اخبي عنهم انا هبقى انا اللي بخبي، لكن هي المعلومه هتوصل لهم برضه. فحلو ان احنا نحترم عقلهم، هم اذكياء جدا الاطفال يعني. فاحنا يعني مهم ان احنا نفهمهم الوضع من بره السياسي، انه ساعات في ناس مش بتتفق مع بعض وبيبقى بيدافعوا عن قضيه معينه. الاحسن ان انا دايما اعمل فوكس او انور في الحته بتاعه الولاد دولت بياخدوا ايه ايجابي من اللي بيحصل ده، بمعنى ان الولاد دولت بيدافعوا عن ارضهم، الولاد دولت مش عايزين ان هم يضحوا بالمكان اللي هم عايشين فيه، الولاد دول عندهم كرامه. مش بصدر اللي بيتعمل فيهم ان دي اسرائيل يا ابني ودي سرقه الارض بتاعت العيال دي، يعني الاحسن ان احنا بالشكل ده ولا يعني ابسط من كده حسب السن بقى وحسب بقى طبعا عقليه الطفل. مهم برضو قوي انه ان احنا نبقى برضو بنبين قد ايه الناس بتساعد، يعني نشيل التركيز بتاع المعاناه الشديده بتاعت الطفل ده، قد ايه في ناس بتحاول تساعده، قد ايه كل البلاد واقفه معاه، قد يعني على قد ما نقدر طبعا على قد الواقع، يعني انه في ناس نفسها انها تحمي الولاد دولت، بنحاول ندخل لهم عربيات علشان الاكل، ده بيهديهم شويه انه في حد هيحاول يطلعهم. طب ولما تيجي اسئله بايخه بقى، واحنا ليه يا بابا ما بنعملهمش اي حاجه؟ واحنا ليه مش بنساعدهم؟ على فكره حاجه كويسه قوي ان احنا نخليهم يحسوا ان هم يقدروا يساعدوهم حتى لو بطريقتهم. يعني هو ان انا مثلا اقول له ارسم رسمه، لو طفل صغير خالص بقول له ارسم رسمه تعبر عن الولد ده تعبان ازاي في الحرب دي، هو كده على فكره بيقدم حاجه. اقول له المساعدات المصريه، اقول له اهو يا ابني احنا مصر بعتها، ولا مش لازم ادخله في العقده دي كلها؟ لا هو حلو انه يحس ان اي كرب ممكن حد يحاول ينتشله منه، يعني يعني نحسسه ان في امل، لان احنا لو عملنا فوكس او هايلايت على المشكله بس ما هم هيصدموا يعني هيخافوا اكتر. يعني نقول لهم ايه؟ طبعا حسب كل مرحله عمريه كويس. يعني تحت 6 سنين مفترض ان احنا ما يبقاش في كن بسيطا كن بسيطا وكن مطمئنا.
من 6 ل 12 بتشرح بطريقه بسيطه، فوق 12 طبعا بتشرح لان هو فوق 12 بيبقى خلاص فاهم كويس قوي. دول بهوات دول. لا يعني فوق 12 بس خد بالك، هو الفكره سيتاثر. يعني احنا هنحكي لك حاجه ظريفه جدا. عندنا دكتوره في المستشفى، يعني انا رايي ان هي محتاجه تظبط نفسها، ابنها عنده 5 سنين فقعدت تحكي له عن الحرب وبيحصل ايه وبتاع. فالولد شاف بلاط متكسر في تحت العماره، فلا ايه ده هما بيضربونا هنا، يعني هو الولد بالنسبه له شاف حاجه متكسره، ده متكسر يبقى ده احنا هنضرب هنا، ايه ده احنا هنضرب. يعني قصدي كل مرحله عمريه لازم يكون ليها الحديث بتاعها، لكن هو الفكره في الحقيقه. طب خلينا نرشد الناس تحت 6 يعني سنين، يعني تحت 6 سنين خلاص بي فيري سمبل كده وما تقلقش، وان شاء الله بس يعني ما القصه دي تنتهي خير. ومن 6 ل 12 ومن 6 ل 12 انت بتشرح له نظريه الوطن كويس، وان دول ناس بتدافع عن وطنهم، وان في قوة غاشمه جدا. لكن في الغالب على فكره القوة الغاشمه دي انت لازم تدي له برضه الهوب. القوة الغاشمه دي على فكره حصلت مره واثنين وثلاثه ولم ينتصر، وانه الشر دايما بيخسر في الاخر. يعني يعني قصدي اكذب عليه، يعني ما تكذبش عليه. على فكره هم على فكره ما تكذبش عليه، هم ما انتصروش ومش هينتصروا. يعني قصدي الفكره مش كده، ان الشر يا ابني دايما بيخسر. لا يعني لا مش بكذب عليه، لا لا على فكره ده مش صحيح. يعني خد بالك هو ال 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 في حاجه عندنا مهمه قوي عمرو، المطاوعه النفسيه سايكولوجيكال ريزيلينس. لازم الطفل ولازم الانسان يتوقع ان تحصل ظروف قاهره عليه ويستطيع يكون عنده مرونه نفسيه ان هو يتغلب على هذا الوضع كويس. على فكره الهدف، جزء من الهدف بتاع الحرب دي مش بس تكسير بيوت، هو تكسير نفوس ايرادات يعني هو عايزك تخش في حاله من الياس بانك لا تستطيع وانه يزق يقول لك نشوف ما بيحاربوش. هو انت عايز يحسسك ان انت عاجز، هو عايزك يجرك لحرب حسب قواعده، حرب هو نفسيه حسب قواعده هو كويس. وعشان كده الثبات الانفعالي والثبات النفسي واللي احنا بنسميه في الطب النفسي حاجه اسمها الكولد مايند. الناس بتفكر عمرو بطريقتين، حاجه اسمها هوت مايند وحاجه اسمها كولد مايند. هوت مايند ده هو التفكير المشاعري، يلا نحارب ويلا، ده اسمه الهوت مايند. الكولد مايند انا بحسب انا بعمل ايه كويس، موجوع لكن بحسب انا بعمل ايه. كل ما نتعامل مع المشاكل بكولد مايند بعقل تجريدي وفكر، كل ما كان قدرتي على حل المشكله تبقى اعلى شويه. كل ما اكون حلولي مشاعريه وحلولي عاطفيه ما بنجحش قوي. وبالتالي جزء من الحرب دي عشان كسر الحاله النفسيه للشعوب العربيه، كسر الهويه، كسر الثقه في ان انتوا تقدروا تعملوا حاجه. عشان كده المرونه النفسيه هنا والصبر شويه على الحرب. الحرب دي هتطول شويه، انت كنت لسه بتقول من 3-4 ايام الحرب دي هتطول شويه، وانا اعتقد انها هتطول شويه. هم عايزينك تتعب، هم عايزينك تزهق من الصور، هم عايزينك تقفل الموبايل على فكره، هو عايزينك خلاص بقى، ما خلاص بقى كفايه بقى كده، الله يكون في عونهم وربنا معاهم. احنا مش هنعمل كده، احنا عايزين نفرج الناس على الموبايل على فكره. كملوا في السوشيال ميديا، كملوا ضغط عليهم. انت بتضغط عليهم بالسوشيال ميديا، بتضغط عليهم ان انت عندك هذه المرونه النفسيه، ان انت مش هتكسرني، يعني انت مش هتقدر تكسرني. هتدخلني في اعتلال مزاجي صحيح، هتدخلني في اسى جمعي صحيح، لكن انا امثيل هيلت. خلينا نطلع فاصل عليهم ونرجع تاني الفقره القادمه نشوف ما هي الحلول، يعني نعمل ايه للاطفال علشان لما نحس ان عندهم اي اعتلال مزاجي، ما بيذاكروش، ما بياكلوش، بيقوموا بالليل متضايقين، ايه العلاج؟ ونفس الشيء بالنسبه للكبار، هل تجاهل الامر؟ هل في واحده قالت لك انا باخد مهدئات؟ هل لعب الرياضه؟ هل الابتعاد انه ما نبقاش، يعني انا مثلا انا عشان شغلي انا طول اليوم بتفرج. انا بقالي كام يوم عندي كوابيس، وانا عاده ما كنتش حتى افتكر احلامي، بقيت بقوم في نص الليل عندي كوابيس من كتر طبعا اهتمام كبير يعني مستمر 24 ساعة، فبقى فيك عندي كوابيس وبفتكرها. فكل هذه الأشياء كيف نتعامل معها؟ هنطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني الجزء النفسي.